هاد دماغ بشري، لنتخيل انه بينتمي لشخص اسمه سمير، متصل بشوية حساسات منسميهن نحن حواس، وبيحلل وبيعالج معلومات. هاد خفاش، كمان عنده حساساته المختلفة واجهزته لمعالجة والتعامل مع المعلومات. هي سيارة تسلا ذاتية القيادة، عندها حساساتها الخاصة وكمان عندها وحدات المعالجة تبعها. نحن فينا نتساءل ما يلي حول سمير، كيف كان سيكون الأمر لو أني كنت سمير؟ بشكل غالبا أصعب بشوي، فينا كمان نسأل كيف هي تجربة أن يكون الخفاش خفاش من منظوره هو؟ ما فينا نعطي جواب بمنتهى الدقة، لكن منعرف أنه في جواب، خلافا للحالة الثالثة. فلو سألنا سؤال مماثل عن نوعية التجربة الذاتية الداخلية هي اللي بتعيشها السيارة، أغلبنا رح يقول هالسؤال ما له معنى، السيارة كيان أو نظام غير واعي. أما الدماغ البشري وغالبا أجهزة بيولوجية لكائنات حية أخرى كتير، فهن نظم واعي. لكن السؤال هو ليش؟ ليش كوني دماغ بشري بيعني أني عايش تجربة ذاتية؟ ليش ماني مثل السيارة يلي بتقوم بوظائفها بدون أي وعي؟ نظريا قادرين نتصور كيانات تخيلية رح نسميها هون زومبيز، جسمهم بيشبه جسمنا، تصرفاتهم مثلنا، لكنهم ما عندهم أي تجربة داخلية. نور الوعي الداخلي يلي عنا، هالحيز يلي كأنه ضوء ويلي بيكون مطفي وقت اللي منكون بحالات النوم العميق، عند هدول الزومبيز المتخيلين هون دائما هالضوء مطفي. نفس الشيء بخصوص السيارة حتى لو كانت أضواء شغالة. هذا ما يسمى The Hard Problem of Consciousness، مسألة الوعي الصعبة، تمييزا له عن المسائل السهلة بهالخصوص يلي العلم اليوم وخصوصا علم الأعصاب عم يتناولها، ويلي هي فهم وظائف وآليات عمل البنى الدماغية وكيفية تأديتها للوظائف العقلية المختلفة. وطبعا هي مهمات علمية أكيد شاقة وبدها شغل وعبقرية وإبداع وتطورات تقنية وغير ذلك من الموارد اللازمة لحتى يقدر العلم يفهمها. لكن عنا تصور عام لكيف يمكن أنه يتم تحقيق كل هالشي، خلافا للهارد بروبلم يلي ما عنا خريطة أو خطة معينة شايفين أنه من خلالها العلوم رح تقدر تحل هالمسألة، بل أنه كتار من فلاسفة العقل وعلماء الأعصاب اليوم بيشوفوا انه حتى لما منحل كل ما اطلقنا عليه هون المسائل السهلة، ما رح يساهم هالشي بحل The Hard Problem of Consciousness. واذا بدنا نكون صادقين مع حالنا بهالخصوص وما نلجأ لمفاهيم غيبية بتناول هيك مسألة، ففينا نقدر انه هالموضوع مهم وما انه مجرد رفاهية فكرية، بل غالبا الاجابة اللي بنوصلها بخصوصه رح تشكل الاساس الاخلاقي لحكمنا وتعاملنا مع النوع الجديد من الكيانات يلي بنعرف انها رح تسكن معنا قريبا على هالكوكب، ويلي هن نظم الذكاء الصناعي.